ما سالفه حتى سالفه ان القدس اولى القبلتين، هذه انا ما اعترف فيها. يعني يا جماعه، المسجد الاقصى اللي بناه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لم يكن خليفه للمسلمين الا بعد وفاه الرسول، فشلون اولى القبلتين؟ المسجد الأقصى اللي بنى عمر واللي جدده معاوية، فعلى أي أساس أنتم مقتنعين أن أولى القبلتين هو؟ ليس أولى القبلتين الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة كان مو عارف يتجه، فنزلت عليه الآية وقالت له اتجه إلى الكعبة علشان تميز ربعك عن غيرهم. حتى سالفه ان القدس اولى القبلتين، هذه انا ما اعترف فيها. يعني يا جماعه، المسجد الاقصى اللي بناه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لم يكن خليفه للمسلمين الا بعد وفاه الرسول، فشلون اولى القبلتين؟